في هذا المساء. كرة تتمرر جميلة ناحية اليسار، دانجدا أيضا يبحث عن التمريرة ويوجه إلى بانريت، إلى دانجدا مرة أخرى، قطرة هذه الكرة ومحاولة، وحكم اللقاء يشير إلى ماذا؟ حكم اللقاء يشير إلى ركلة جزاء إذا، وركلة الجزاء تأتي شوف المرور الرائع، مر دانجدا، مر بفدائية ويحصل على ركلة جزاء مش معقولة، مباشرة ركلة جزاء. هل تشهد أول تقدم؟ ودقيقة الثالثة، علي الحبسي الحارس المتألق الحارس الكبير هو الذي يواجه هذه الكرة، تاوان سيريبان هو الذي سينفذ قائد الفريق، ويضعها على يمين حارس المرمى، والهدف الأول، أول أهداف المباراة للمنتخب التايلندي، هدف جميل عن طريق تاوان سيريبان القائد المنتخب. هو صاحب الهدف، شوف لعبها قوية وعانقت الشباك كهدف أول في هذا المساء. إذن هنا هذه الإعادة، ومتى يجي الجول يا عمان؟ متى يجي الجول يا عمان؟ إسماعيل العجمي كان حاضر في اللقطة الماضية. تتمرر مظفر، حسن مظفر، عرضية خطرة، هي جول، وتتهيأ، وهي عرضية، يلا يا خليفة، جول! أخيرا يأتي الجول، والله مو راضي يأتي إلا يعني بشق الأنفس. جهد شاق، حلوة خليفة عايل، شوف الرأسية، نبيل عاشور هياها، والحوسني بباطن القدم سهلة ناحية المرمى، الكرة مي راضية، يعني شوف حتى هذه الكرة مي راضية تأتي تلبس على قدمك يا عماد، ولكن جاءت سليمة ورائعة وسليمة، والكرة الآن تصل ناحية تانا يمر ويبحث عن التمريرة، لا 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 لا, لا. مش معقولة، يعني بكل هدوء مرر الكرة الماضية، يا لكن لم يكن هناك أيضا متابعة من اللاعب، يعني الخطورة هنا، عماد الحوسني، جول! الحوسني جاب النقاط الثلاث، جاب الجول الثاني، الحوسني إذا حاضر في هذا اللي شوف التمرير الرائعة، الحوسني هنا لم يكن متسللا، خروج غير موفق من حارس المرمى سيفاروك، والكرة في المرمى كهدف ثاني للمنتخب العماني. شوف الإعادة، حلوة يا حوسني، كنترول رائع، ووضع الكرة مباشرة، وكان مدافعي فريق المنتخب التايلندي يطالبون بالتسلل. شوف الإعادة، انطلق أثناء تمرير الكرة مباشرة، وهنا يتوغل بالكرة ويدعها ويوضعها لكن استيقظ متأخرا، هو الذي لم يسجل في تصفيات المرحلة الثانية، لم يسجل في تصفيات في هذه المرحلة.